مشاهدين الأفاضل، مشاهدين فضائية جمهورية جنوب السودان، نرحب فيكم في برنامج رأي المواطن، برنامجكم المحببة. اليوم هنتكلم عن أهمية الزراعة. ليه الزراعة مهم شديد إنه نزرع؟ ربنا وحبنا بالأمطار وأرض خصبة، لازم نزرع. لكن هنتكلم كثير بعد الفاصل، نطلع ونرجع وما تمشوا بعيد. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه، رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل انا قلت لكم هنتكلم عن الزراعه. الزراعه ليه مهم شديد؟ ولما يكون عندنا بنزرع بيكون عندنا الاكل، لما يكون عندنا اكل بنحارب الفقر والجحل والمجاعه. خلينا نطلع ونسمع كلمه من الوزيره ليليان رزق، ولايه غرب بحر غزال. الزراعة الغابات والري بولاية غرب بحر الغزال عندها أهداف رئيسية عايزة تحققها. المنة هنا هو كيف إنشاء الإرشاد الزراعي الريفي في البيامات. فمهم إنه يكون عندنا إرشاد زراعي ريفي في البيامات على أساس إنه إحنا نقدر نكون قريبين من المواطن. الحاجة الكويسة هسه إنه الولاية المقاطعات بتاعت نهر الجور وواو كاونتي إنها طلعت برا من المدينة، يعني ما جوا السيتي، فده بيدينا فرصة إنه بقى قريب من المواطن ومن العادي من المزارع، فده بيدينا فرصة إنه من خلال مكاتب المقاطعات دي، لأنه إحنا في كل مكتب بتاع مقاطعة عندنا موظف بتاع زراعة وموظف بتاع غابات، فمن خلالهم بنقدر ننشئ الإرشاد الزراعي الريفي. الإرشاد الزراعي الريفي ده بيكون مخصص بتاع معلومات تركيز للمزارع في انه كيف يقدر يتخذ القرار المناسب فيما يخص الانتاج الزراعي بتاعه. احنا برضو في مع الاهداف اللي احنا عندنا، لانه الحاجه اللي دارين نصل لها انه دارين نوسع الرقعة الزراعيه، يعني المساحات اللي اتزرعت السنه الماضيه لو بنقدر نزيد فيها ب 10% من المساحه الرقعة الزراعيه بيكون كويس. ده اللي بيخلينا انه نقدر كل ما نكبر الرقعة الزراعيه ممكن يزيد الانتاج الزراعي. فده من اهم الاشياء اللي احنا دارين، يعني الاهداف اللي دارين نحققها. لكن مع ذلك طبعا بيكون في تحديات، فمن ضمن التحديات طبعا اكيد هو السياسه التقشفيه اللي احنا فيها هسه،
ولكن بمجهودات من داخل الولاية بنحاول إنه نقدر نصل للأهداف دي. من التحديات الثانية إنه الفيدا رود بالنسبة للمزارعين، فيعني المزارعين ممكن يزرعوا وممكن ينتجوا ويكون في محصول إنتاج زراعي عالي، لكن الطريقة اللي هم يقوموا يجيبوا الإنتاج بتاعهم ده للسوق هو ده بيكون نوع من التحديات. فإحنا حسي وضعنا خطة استراتيجية في الوزارة من 2013 ل 2016 في إنه إحنا كيف نجي نتحدى يعني نحل جزء من التحديات دي. فمن ضمن الخطة الاستراتيجية بتاعتنا إنه إحنا حنبعت موظفين من وزارة الزراعة وموظفين من الوزارة التعاونية، لأنه دي الوزارتين في الولاية عندنا ولاية غرب حوزات، دي الوزارتين اثنين، إنه كيف نشتغل مع بعض في إنه نقدر نكون جمعيات زراعية. هي الوزارة التعاونية تكون الجمعيات الزراعية، إحنا في وزارة الزراعة نقدر نديم التريننج والإرشاد الزراعي اللي هم محتاجين ليه عشان نقدر نرفع المستوى بتاع الإنتاج. في نفس الوقت كيف نبعت موظفين بتاع الوزارتين لدورات تدريبية يكون عندهم سكيلز وفي نفس الوقت يدوا باك للوزارة وللمجتمع. الحاجة الثانية إنه حتى المزارعين نفسهم عايزين يعني نسافرهم برا يكونوا في تريننج، فور اكزامبل مع انديا المزارعين يمشوا يقابلوا مع المزارعين بتاع انديا ويقعدوا معاهم ويفهموا ويتبادلوا الآراء عشان احنا نقدر يعني يجيبوا معاهم خبرة جديدة ونستفيد من بعض. فزي ما أنا قلت الوزارة عندها أهداف رئيسية بالنسبة لسنة 2013. من الاهداف دي ان هو تحسين سبل كسب العيش، لانه احنا عايزين نحارب الفقر، ما عايزين زول يكون جعان وما عايزين زول يكون فقير، والحاجه دي في يدنا. وبالتالي احنا كيف نحسن من مستوى الانسان الفقير، لانه الانسان الفقير لو زرع لو هو فقير الموسم ده لو زرع الموسم جاي ما بيكون فقير. زي ما انا قلت انه زياده الرقعة الزراعيه، الرقعة الزراعيه لازم الاراضي الزراعيه لازم نوسعها شويه. بعدين الحاجة الثانية إحنا لازم نضبط الغابات، لأنه من التحديات اللي بتواجهنا في ولاية غرب بحر الغزال هو القطع العشوائي للغابات المهوغني والتيك. كيف أنت تعمل كنترول في الحاجة دي؟ إحنا حاسين في الوقت الحالي وقفنا التراخيص، ما في رخصة تصريح قاعد يطلع. ليه؟ لأنه إحنا ما عندنا كنترول أوفر الغابات، فإحنا حاسين في حملة في إنه نقدر نحصر المناشير، لانه عندنا اكثر من 720 منشار كل زول شايل له منشار وماشي يقطع في الغابه، وده يعتبر من المصادر بتاع الاقتصاد بتاعت ولايه غرب بحر الغزال. احنا عندنا ناس بتيجي من الولايات المجاوره بيجوا بيخشوا بيقطعوا الاخشاب، فده تحدي كبير. فاحنا كيف نرجع اداره الغابات دي زي ما هي كانت، يكون عندنا تو بي كنترول باي ذا جفرمنت اند مانج باي ذا جفرمنت، والناس ما تقدر تقطع يعني ما يكون في قطع عشوائي للغابات. فده واحده من الاستراتيجيه احنا خطينا لوزاره الزراعه والغابات والري بصوره عامه. بعدين من اكشولي وزاره الديبارتمنت القسم بتاع الري هو ده قسم جديد عندنا، فواحد من الاستراتيجيات انه احنا نقدر نستابليش الديبارتمنت ده عشان يكون في ري مطري ويكون في حتى لو في ري طبيعي ده فاين، لكن لو ما في يكون في ري صناعي فنقدر نوفر نكون في irrigation system in place. فعشان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا دي احنا عندنا كذا برنامج، يعني يمكن 8 برامج رئيسيه خطيناها عايزينه يكون ماشي مع الاهداف بتاعتنا دي. ومن ضمنها زي ما انا قلت تاهيل مهاماتهم. الحاجه اللي نمره 2 احنا لازم يكون في تنميه ريفيه وفي ارشاد ريفي، يعني شغلنا كله ان شاء الله من السنه الجايه او من السنه دي في الموسم ده بيكون في الارياف في البيام، يعني ما بيكون في المدينه. في نفس الوقت احنا عايزين نحافظ على النمط بتاع الزراعه، يعني ما يعني لو مثلا محصول الزراعي ارتفع كيف نحافظ على النمط الزراعي ده. وبرضه عايزين ننمي الغابات ونعزز من نفوس المزارع، نعزز ونباور المزارع عشان هو يقدر ينتج اكثر. فمن الاشياء اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت هو المعرض الزراعي الولائي، ده واحد من الاشياء انه كان موتيفيشن بالنسبه للمزارع، لانه جبنا مزارعين من كل المقاطعات الثلاثه. مزارعين جو بالانتاجيه، الانتاج الزراعي بتاعهم محاصيل مختلفه من ثلاثه مقاطعات،
دي كانت تجربة جميلة لأنه أدانا فرصة إنه إحنا نتعرف على المنتجات الزراعية الموجودة في المقاطعات المختلفة دي. في نفس الوقت أدى فرصة للمزارعين هم يقدروا يعرفوا بعض ويقدروا يتعلموا من خبرات بعض. فبتمنى إنه الأعمار الزراعية ده للسنة دي يكون أفضل بكثير من السنة اللي فاتت. فكانت تجربة جميلة وبيكون في تواصل بيناتنا وبين المزارع على طول. بلاد غرب الغزال ناشطة جدا في مجال الزراعي حقيقة، لأنه إحنا عندنا أمثلة كثيرة في المعرض الزراعي ده ذاته. في نسوان كتار شاركوا، يعني في واحدة من المزارعات هي بمساعدة من البنك الزراعي قدرت تزرع 9 فدان. فالمرأة ناشطة جدا في مجال الزراعة في غرب الغزال، لأنه بتلقى في أي بيت تخش أي زول بيكون عنده زرع حقه في ورا البيت، الزارع بامية والزارع السمسم والزارع الذرة وعشريف والمزارع الزايدة دي احنا بنشجعها، لانه لو كل اسره وكل بيت قدر يزرع جوا بيته بيكون ما في مجاعه، بيكون في اكتفاء ذاتي. ده غير انه المزارع الكبيره. لكن حقيقه انا فخوره جدا وبحيي المراه المزارعه في ولايه غرب بحر الغزال بالدور الفعال اللي لعبته في الموسم الزراعي السابق، واتمنى انه الموسم الزراعي الجاي ده يعني نسوان يكونوا 60% مشاركه فيما يخص موضوع الزراعه. في الختام انا دايره اشكر والي ولاية غرب بحر الغزال السيد رزق زكريا حسن، لأنه العميد رزق زكريا حسن لأنه هو بيشجع الزراعة، وهو نفسه وذاته مزارع. عندنا رئيس المجلس التشريعي مزارع، معظم الموظفين ومعظم الدستوريين مزارعين ولاية غرب بحر الغزال. فشكري للسيد الحاكم لأنه هو أعلن إنه الأمن الغذائي من أولويات ولاية غرب بحر الغزال. فبالستيتمنت بتاعه ده هو على طول بيدعم الزراعة، وده بيخلينا احنا نقدر نعمل شغلنا بصورة أفضل. الكلمة الأخيرة اللي عايز أقولها إنه لكل المزارعين في ولاية غرب بحر الغزال، احنا بنتمنى إنه الموسم الزراعي الجاي يكون موسم بتاع خير وبركة. ومن ناحيتنا في وزارة الزراعة بنحاول نوفر لكم المواد والتولز الأساسية، الأدوات الأساسية للزراعة قبل الموسم الزراعي، وبنقدر برضه نحاول نوفر لكم البذور قبل الموسم الزراعي. لا، الحاجة الكويسة إنه الريسيرش، المركز بتاع الريسيرش بتاع حليمة الموجود في مركز الأبحاث الزراعية بتاع حليمة الموجود في غرب بحر الغزال في واو هيتفتح قريب، وده هيساعد كتير في إنه يكون في تنويع في المحاصيل الزراعية. رجعنا لكم تاني بعد سمين الكلمة من سيدة الوزيرة ليليان رزق، اتكلمت كثير عن الزراعة وأهمية الزراعة ودور المرأة في الزراعة، وقدر كيف لما زرعوا قدروا يعملوا المعارض وفازوا في المعارض من خلال الموارد الطبيعية زرعوها. فخلينا نطلع ونسمع رأي المواطن بيتكلم شنو عن الزراعة. إنتاج وفير في السوق، وعشان كده بتلقى إنه الأسعار بتاع المحاصيل بالذات الخلات الزراعية زي الذرة والفول السعر بتاعه شنو متدني، وبالتالي ده بيشجع المستثمر مثلا دار يجي هنا عشان ما يستثمر يلقى إنه في مواد خام هو يقدر يستفيد منه. وحقيقة الحتة دي نحن لاحظناها في المعرض الزراعي اللي كان مقام في جوبا في 27 نوفمبر إلى 30 من نوفمبر. نحن مشينا لقينا في يعني التقاء مع المزارعين في الولايات الثانية والشركات الزراعية التي كان ساهمت في المعرض الزراعي، حتى إنه في ناس جو من الدول المجاورة، وبالتالي ده كان هي عبارة عن sharing of ideas، أو إنه المزارع ذاته هو بيقدر يعرف في شنو كان ماشي في
في المجال ده في بالنسبة للمناطق الأخرى، والخبرة اللي هو هيكتسبه عشان ما يقدر شنو، عشان ما يقدر يستفيد منه بعد ذاك يكون في شغل ماشي. وبالتالي نحن ذاته دارين نحول المزارع ده من السبسيستنس يعني فارمرز إلى بروجريسيف فارمرز. ليه؟ لأنه هو في الحتة ده بعد ده بيكون اكتسب الخبرات وبكون عنده إنتاجية عالية، وبالتالي بيساعد المستثمر في إيجاد المواد الخام، سواء كان في حبوب الزيتية، سواء كان دارين ينتج دقيق أو 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 إنتاج فواكه أو خلافه، كلها بتساعد في العملية بتاع شنو المهم بالعمل الزراعي. ده حتة. الحتة الثانية ذاته رفع المستوى المعيشي بالنسبة للزول المنتج. المزارع هو بينتج عشان ما يرفع من مستوى المعيشة بتاعه، وبالتالي كل الآليات دي مجتمعة من حيث الإنتاجية وتوفير الأسواق ودخول المستثمر ورفع معيشة المزارع، ده معناته بيعكس لينا مدى يعني مدى عملية الإنتاج الموجود بالولاية والبوتنشياليتي الموجود عندنا في الولاية، في النهاية بيساهم في شنو في الاقتصاد الزراعي بالنسبة للولاية. شغل بتايد بدون بابور ما بابور ما بي لو نن دارين إذا حكومة ساعدنا بآلات الزراعة يعني فايدة أننا بلغة نكون متعيد نكون ما عندنا شاك كتير ما نكون ما بشيل أكل من برا نكون أكل بتاعنا اثنين القروش أننا بنشغل بو بنشغل بين الزراعة طريقة إنسانية أننا إنسان دعمنا إنسان ساعدنا بالشغل بتاع دعمنا بالقروض إنسان بين الزراعة إنسان ساعدنا أننا نلقى فائدة منه شوية يدلنا قروض سنانا نشغل ده بكون كويس. الشغل ده شغل بتايد بتايد ده ما بمشي قدام بس حاليا يزول دان دو 55 فدا يزول دان دو 40 يزول دان دو 35 فدا وشغل بيد عطب الماء مسير عشان يا ركو يا انت تتعب تتعب وزبابور في عشان يطلع كشباب ده شغل بتاعنا بمشي كده اذا الحكومة فقط عشان يساعدنا بشيار اثنين ثلاثة في بذور ما عندنا بذور البذراء من شهر ثمانية لقدام ما عندنا من بذرة ذرة يعني من شهر خمسة بيجي بنت شعر ناشر جاد ما وادو بتاع شرار الباكل أجاد بتاع الزرع ما البابور أننا بساحب نفيسنا بو الو بشغل لنا ما والقروج أننا بشغل بو سان شغل يمشي قدام أجاد ما يعني. المركز الثقافي بنيكورن المعرض الثاني الذي أقامه اتحاد عام مزارعي جنوب السودان بالتضامن مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الاتحادية، والذي جاء هذا العام تحت شعار الأمن الغذائي هو الوجه الثاني للأمن الإنساني. وكانت المشاركة لهذا العام على مستوى الولايات الجنوبية العشر وبعض الشركات الزراعية والبنوك ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية والأجنبية. وقام بافتتاح المعرض الزراعي الثاني بجوبا رئيس الجمهورية ونائبه ووزيرة الزراعة وعدد من الوزراء وولاة الولايات ووزراء الزراعة بالولايات الجنوبية العشر وعدد غفير من قيادات المجتمع، حيث تجول فخامة الرئيس داخل المعرض. وخلال جولة كاميرا تلفزيون جنوب السودان داخل المعرض التقينا بعدد من الشخصيات الذين أشادوا بالمعرض، حيث أكد البعض أن المعرض بداية حقيقية للتنمية في دولة جنوب السودان. فلنا نجد في المعرض الزراعية والحاجة التوتو دي المعرض الزراعية من السنة دي أحسن من سنة الفات، لأنه في أنواع كثير من المحاصيل الجابوها من الريف
ودي حاجه بكلينا نقيم ونعمل تقييم للسياسه الزراعة في دوله جنوب السودان، لانه قلنا اننا ننقل المدن الى الريف، وطريقه ننقل المدن الى الريف اللي يكون في كفاءة ذاتي بالنسبه للمأكولات. وشفنا الان المأكولات دي كلها جايين من المنطقه الريفيه في كل ولايات جمهوريه جنوب السودان العاشره، بانه توجد كل المواصيل في كل منطقه في جنوب السودان. احنا شويه لقدام يعني هنحسن حاجات دي، طبعا رؤوس الاموال هتيجي من برا ان شاء الله بالنسبه للمستثمرين، اذا جو دخلوا هنا في البلد وشافوا طبعا الاشياء اللي بينتجوها داخليه هنا، ممكن عندنا ارض واسعه ومويه متوفره، ما باقي مثلا الاجهزه المكاين بتاعهم ما موجود، يعني هسه الحمد لله في بعض المحلات بقوا بيقتنعوا انه يزرعوا بالتيران. انا متفقه عشان هو استمر، شو ده مهم خالص، عشان بيجيب ناس سوا، بيجيب حكومه، بيجيب مزارعين، بيجيب برايفت سيكتور، بيجيب ناس كتير اللي عنده بيزرع كويس، ناس بيجيب مع الدراسه، دراسه للناس كله، انت بيجيب سوف اكون 30 سنه ده يعني زرع كيف، يعني نحن مزارعين بعلم كده ما في كلاس روم، هو يعني كان هو سوف اي كمان بعلم through exchange of graduate. I think it's very very important that this continue the واحد. والسنة ده أنا كمان بشوف يعني ناس بسيط من سنة الفات، لكن يعني أنا أشوف ناس كتير جا من بلد برا، ناس كينيا في نسوان تانين جا من تنزانيا، دي حاجة كويس، معناته يعني جنوب السودان حاسة عنده علاقات مع بلد تاني في بلد تانين في أفريقيا، لكن أنا بشوف لازم ده بستمر عشان يعني حاجة زراعة ده ما غير ما يعني you cannot develop it in 1 year, you cannot develop it in 2 years. It is a process. This is where new technologies demonstrated and learned. And if it's continuous, I'm quite sure 2-3 years you'll see the yield of farmers increasing. You'll see processing increasing. You'd see trade improving between people. وعزم البلاد يبقى المزارعين اساسا مقطوعين من الماركت، يبقى عمليه التسويق فعلا اعتماد كامل للمنتج. الولايات اولموست الولايات الخمسه منقطعه تماما من جوا، الولايات العربيه بتاعت البحيره ولايه وحده السنه دي منقطعين تماما، حتى السوق جابوا بالمعدات ما بزارة حاجات عندنا مكانات الكمان
زي مثلا بفرة بدوق بفرة دي بتالا دي لهايت يعني أول بدوق بفرة بسرو في شميس يلا بعدك في مكانة بتالا دي يلا بأكلو توانا ونفس حاجة مع الشريك وإندنا مكانة زيتا جاي نوينا جاي الموجي في ناجي مكانة داك يعني طبعا الشريك كان تلاو من سجرة تو لسا تلاو بإيداموس نبيغا ما جاموس بإيدامو دي جديد من واحد لحيد 14 زي مكتوبنا TMK 1, TMK 14, TMK 12 indina fizirai na alwan barau barau ofi benadi alpasha alpasha 9 tamande sikil jedid zeita gaino kopar debe amon be sita shuru ya ali maze zaman bafra de geni senatel debe ala guna sere kalas milijan zei kopar zebe taen dea sa amon tamani ashura santan na gesten or dry season woki dal nasif asan fi zaman motor nasif to be kunte gi asan imiter li min hina na dero bada kalas nasif bafra indi na fi ina fi fi tinino ta itinina rubeni fedal ختام وصلت معاكم في نهاية الحلقة. وما تنسوا يا جماعة الليلة احنا تكلمنا عن أهمية الزراعة. قبل قلت لكم الزراعة كتير مهم كل الناس يزرع، لأنه لما بنزرع بنحارب الفقر وبنحارب المجاعة. إن شاء الله نتلاقى معاكم في حلقة جاية موضوع جديد. تقبلوا مني التحية وتحية الفريق العامل. مع السلامة. مقاطعات ابتداء من مقاطعة باريوت وأولانغ والنصر في محطات تعليمية متعددة. The journey that took us to Baliet, Ulang and Nasser, it was actually very successful. We and the reason why we took الرحلة التي قمنا بها إلى مقاطعات باليت أولان والناصر تعتبر رحلة ناجحة والتي جاءت نسبة لعدة أسباب، من بينها الوصول ميدانيا لمعرفة أحوال المدارس في تلك المقاطعات التي وجدنا فيها عددا من المشكلات تمثلت في تأهيل وتدريب المعلمين وندرة المدارس والفصول الدراسية، إذ يحتوي الفصل الدراسي في المدرسة الواحدة على 200 تلميذ. لذا نحن في حاجة ماسة لتشييد العديد من المدارس والفصول الثابتة. ومن الأشياء التي لمسناها أيضا مقار المعلمين غير معدة بصورة جيدة، خاصة عند تنقلهم من مقاطعة إلى أخرى. نريد حلا لهذه المشاكل، والحلول تتعلق بمرتبات المعلمين وتحسين أوضاعهم، وهو سبب جعل البعض منهم يترك المهنة واللحظة عن فرصة عمل أخرى. من المشاكل أيضا حركة المعلمين والمشرفين بالنسبة للمدارس المختلفة، حركة صعبة خاصة في فصل الخريف.
والتي غالبا ما تكون ما يكون التواصل بين هذه المقاطعات عبر البوت كوسيلة نحرية عبر نحر الصوبات أو بالعربة في فصل الصيف. لذا كل هذه المشاكل تحتاج إلى حلول ومعالجات فاعلة وجادة. And then we have also discovered in the three counties that lack of mobility for inspectors of the school. In order to inspect different schools, there is no mobility. During the rainy season, there are actually the only accessibility in three counties along the Sobat River is by river transport, which is actually boats. And then in the dry season, you can access some areas in land, by using the cars. But all these are not available. So we have actually found all these constraints that need to be addressed. السياسات التعليمية للوزارة والتي جاءت مرتكزة على تمكين الكادر وتأهيله عبر جرعات تدريبية مختلفة ومتعددة تهدف إلى ترسيخ اللغة الإنجليزية كلغة تدريس للمنهج القومي للبلاد بجانب خلق مساحات تعليمية على أساس المعيار التربوي والتعليمي للتلاميذ والتلميذات. In big number, but مدارس الأساس للبنين والبنات في هذه المقاطعات بأعداد كبيرة ولكنها تحت الأشجار بندرة الفصول الثابتة وهي تمثل مشكلة رئيسية وبهذا تصبح العملية التعليمية للتلاميذ أكثر صعوبة في فصل الخريف لهطول الأمطار وعدم إيجاد حضورات دراسية ثابتة مما يفقد التلاميذ تركيزهم. لذلك نحن في حاجة لبناء عدد من الفصول والمدارس عبر حكومة الولاية. To concentrate because they have no shelter. So it is very important for our national government as well as our partners, the NGOs and donors, to make sure that more learning spaces are actually constructed so that we have enough spaces for children to learn.